ما زلنا نتابع مع حضراتكم أداء مناسك الحج، وينضم إلينا من الأراضي المقدسة مفد التلفزيون المصري عبد الله بركات. بعد التحية عبد الله، انقل لنا الصورة لديك. نحن الآن على مشعر منى، وفي الخلفية بالطبع القباب المشهورة لمنى في الخيمات الموجودة هنا بمشعر منى، وكذلك جسر الجمرات في الناحية الأخرى. في هذه اللحظة بيقوم الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى، وهو صبيحة يوم النحر، ومستمر هذا الأمر حتى هذه اللحظة في رمي الجمرات. منذ نجحت عملية النفرة التي قامت بها وزارة الداخلية وهي المشرفة على بعثة الحج الرسمية، نجحت عملية النفرة بكل المقاييس، ونجح ووصل الحجاج إلى مخيماتهم، وتلك المخيمات الموجودة هنا بالقرب من جسر الجمرات للتيسير على الحاج في رمي الجمرات، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى مخيماتهم التي تم تجهيزها بعناية لتوفير أقصى درجات الراحة للحجاج سواء معيشية أو إقامة أو غيرها. هذه المخيمات أيضا موجودة على أسوارها بعض أفراد الأمن الخاص بالمطوفين لمنع أي دخلاء من الدخول إلى داخل المخيمات، وبالتالي يؤدي إلى استمتاع الحاج بإقامته وفي هذا المشعر المقدس. نحن نعلم أن هذا العام عدد الحجاج حوالي 1 مليون حاج، وهو الثلث بالمقارنة بأعوام ما قبل جائحة كورونا، وبالتالي المساحة المخصصة للحاج هنا في منى هي أكبر من السنوات السابقة. لك أن تتخيلي أن المساحة كانت حوالي 93 سنتيمتر أو 94 سنتيمتر للحاج في الأعوام السابقة، زادت هذه المساحة هذا العام إلى أكثر من متر، وهي تعطي الأريحية للحاج. بالنسبة لرمي الجمرات، السلطات السعودية حددت اتجاهات محددة للمتجه إلى جسر الجمرات، وهي عكس الاتجاهات في القادم من جسر الجمرات لمنع عمليات التزاحم. مسارات مختلفة، مسارات للذاهب إلى جسر الجمرات ومسارات للعائد إلى المخيمات مرة أخرى. في تلك المسارات وفي مخيمات منى على وجه الخصوص، وفي هذه المخيمات وموجود يعني أعمدة الإنارة التي تقوم برش رذاذ المياه على الحجاج نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتي تصل إلى 44 درجة مئوية، بتسهم في خفض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات للتيسير على الحج، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المتطوعين من الجانب السعودي بيقوم برش المياه على طول الطريق على الحجاج لتلطيف الأجواء ودرجات الحرارة، وجود متطوعين من وزارة الصحة السعودية، وجود متطوعين من الهلال الأحمر السعودي بيجوبوا المخيمات للاطمئنان على الحالة الصحية للحجاج، إضافة إلى المراكز الصحية الموجودة هنا بمنى، وإضافة أيضا إلى الانتشار الأمني الفعال الموجود في كل تقاطعات وشوارع منى لمنع السير عكس الاتجاه والتيسير على الحجاج في الاتجاه إلى جسر الجمرات والعودة إلى من جسر الجمرات. هذا الأمر سيستمر على مدار أيام التشريق الثلاثة بالنسبة للحجاج العاديين، أما بالنسبة للمتعجلين يمكن أن يستمروا هنا على مدى 2 يوم، وفي الحالتين هناك إقامة مريحة للحجاج. إذا تحدثنا عن عدد الحجاج المصريين بيبلغ عددهم 20,000 حاج، منهم 6,400 من حجاج القرعة، من أكثر من 1 مليون حاج يؤدون مناسك هذا الحج هذا العام في عودة جزئية وللحياة الطبيعية وللحج الطبيعي الذي كان خلال العامين السابقين بصورة جزئية، حتى لا يفقد الحجاج أو يفقد المسلمين رونق الحج وهذا المنسك المقدس والركن العظيم في الإسلام. نعم أميرة معك. حج مبروك مبرور وذنب مغفور، شكرا لك جزيلا مفدى التلفزيون المصري عبد الله بركات.